السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الثانية، شعبة اللغة الإنجليزية، كلية التجارة، جامعة كفر الشيخ. أهلاً ومرحباً بكم في محاضرات مادة Managerial Applications on Computer. النهاردة إن شاء الله موضوع تاني أو تطبيق تاني من التطبيقات الإدارية اللي هنطبقها باستخدام برنامج الإكسل. Today we will talk about ABC Analysis. As you know, the ABC analysis is one of the inventory management techniques. These techniques classify the inventory into three categories. Okay. The first one, A. The second category, B. The third category is C. Sometimes we call it Pareto analysis. So ABC analysis is Pareto analysis, same thing. Pareto law says that in any large group there are a significant few, vital, and insignificant many. In any industry or in any manufacturing process, there are few items which is very important and more expensive, and many, many items which is less expensive and less important as well. دايما هنلاقي في عملية الإنتاج بعض المواد الخام تكلفتها غالية وعددها قليل أو نسبتها في المخزن قليلة بس تكلفتها غالية جدا وتمثل نسبة كبيرة من المخزون من ناحية التكلفة، أما العدد تلاقي عددها قليل. في أنواع تانية من المخزون تلاقي تكلفتها بسيطة ولكن كميتها كبيرة جدا. طيب These are the three categories. Category A: materials in this category are most important. This category represent about 20% of quantity. يبقى الكمية بتاعتها حوالي 20% من المخزون، بس كميتها مش كتير، ولكن الأنية usage أو الكوست بتاعتها about 80%. يبقى العدد قليل ولكن التكلفة عالية أو بستخدم منها كتير، 80%. الكاتيجوري B: material in this category are moderately important, about 30% of items and about 15% of annual usage. Category C: material in this category are least important, about 50% of items and about 5% of annual usage. يبقى 50% من الايتمز الكوانتيتي ولكن الكوست بتاعتها او التكلفه ما بتبقاش ايه عاليه، تستخدم منها كتير قوي. كويس، يعني لو بصيت مثلا صناعه زي صناعه الملابس الجاهزه هلاقي الخيط والزراير والحاجات دي هتلاقي بستخدم منها كتير قوي ولكن تكلفتها بالنسبه للقمصان للقماش اسف تلاقي تكلفتها منخفضه بالنسبه لتكلفه الايه القماش ولكن استخدامها كتير جدا بستخدم منها كميات كتير. طيب how we classify these categories طبقا للمعيار ده، بشوف انا بستخدم منها الكوانتيتي قد ايه والانيوال يوزج قد ايه وابدا اشوف النسبه واشوف اذا في حدود ال 50% او اباف يبقى دي كاتيجوري سي، إذا أقل يبقى كاتيجوري B أو A على حسب. كويس، باخد أي كريتيريا from these two criteria whether quantity which is percentage of items or annual usage which is percentage of A of cost. طيب this is an example. We have six items and the unit cost of each one and annual value. يعني الايتم واحد الكوست بتاعته خلينا نقول مثلا 100 دولار او 100 باوند، الانويال فوليوم 25 خلينا نقول 25000 25 مليون 25 كيلو 25 يونتس 25 وحده 25 زي ما يكون. الايتم نمبر 2 الكوست بتاعته 80 دولار قول 30000 او 30 يونتس وهكذا، يبقى عندنا كام 6 ايتمز. طبعا انا مش هضيع وقت ان احنا نحلها بالطريقه التقليديه، نخش على طول نصنف الايه الانفنتوري ده ببرنامج الاكسل. خلينا نفتح الاكسل شيت مع بعض. كويس، ده بسم الله ABC analysis ABC analysis.
انا احط هنا الايتمز بعد الايتمز عندنا ايه اليونت كوست بعد اليونت كوست عندنا الانيوال فاليو items and then 6 items 1 2 3 4 5 6 unit cost عندنا 180 15 50 15 50 11 60 11 60 طيب الانيوال فوليوم عندنا 25 30 25 30 60 10 60 و 70 85 70 85. ايه المطلوب؟ قال لي المطلوب classify the above items to A, B or C inventory. صنف لي الايه الايتمز دي كده هي A ولا B ولا C. طيب في الحاله دي انا محتاج احسب ايه؟ احسب ممكن اخد انا عندي two criteria. كويس لو رجعت للسلايد دي اللي عشان اصنف المخزون عندي two criteria. ال percentage of items number of items و ال percentage of annual usage الاثنين. خليني احسب الاثنين percentage of items وال percentage of annual usage. ال percentage of items الاول خلينا نقول هنا الايه ال annual cost annual cost تمام الايه وبعدين ال الانيوال فوليوم برسنتج اوف انيوال فوليوم انيوال فوليوم بس طبعا دي الايه برسنتج كويس وهنا احسب الايه الانيوال كوست بس برضو البرسنت البرسنت بتاعت كويس وهنا A or B or C ده الـ classification اللي هنعمله. طيب الانيوال كوست ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن number of units الانيوال فوليوم multiplied by unit cost الانيوال كوست التكلفة السنوية عبارة عن عدد الوحدات في السنة اللي بستخدمها في تكلفة الواحد. طبعا هنا بالدولار كله بالايه؟ خلينا اكتب علامة الدولار عشان نبقى احنا ايه كل حاجة واضحة بالنسبة. ماشي انا هشيل لا انا كده مضطر اشيل علامة الدولار علشان ما ياخدهاش في الايه في الحساب لان بتعامل مع برنامج لان هتعمل بعد كده مع الارقام دي بمعادله فمش هينفع احط علامه الايه الدولار. طيب بس كده احنا فاهمين ان الايه الكوست دي كلها بالايه بالدولار ممكن نكتبها فوق هنا يبقى مفهوم ان الكوست دي بالدولار. طيب ممتاز. طيب لان الكوست دي هتساوي ايه؟ هتساوي اكتب الفورميلا بتاعتها الانيوال فوليوم مضروب في الانيوال كوست. كويس زي ما اتعلمنا قبل كده لو جيت على المربع ده كده من تحت وسحبت لتحت هنسخ الايه الفورمولا دي كلها هنسخ المعادله يديني الايه
النتيجة بتاعتها يبقى أنا حسبت الأنيوال كوست. يبقى تاني أنا الأول قبل ما أعمل دي كده هرجع خطوة باك عشان إيه نفهم إحنا عملنا إيه. أنا كده ما عملتش أي شيء، أنا كده حطيت البيانات بتاعت الإيه التمرين بتاعتي، الأيتيمز بتاعتي عند 6 أيتيمز، عند اليونت كوست، عند الأنيوال فوليوم. المطلوب إيه؟ مطلوب إن أنا كلاسيفاي ذا انفنتوري إنتو A B C categories. أوكي؟ أول حاجة هعملها هحسب الأنيوال كوست، التكلفة السنوية. الأنيوال كوست بتساوي إيه؟ بتساوي اليونت كوست، تكلفة الوحدة الواحدة في عدد الوحدات. طيب هحسبها إزاي؟ بما إني بشتغل في البرنامج في الإكسل محتاج أكتب الفورمولا بتاعتها أو المعادلة اللي بحسبها بيه. طيب عشان أكتب المعادلة لازم أكتب الأول يساوي، فكده بيقول لي أنت بتكتب معادلة. البرنامج فاهم طالما كتبت إن الخانة دي تساوي كذا، يبقى كده فاهم إن أنا بكتب إيه؟ معادلة أو بدخل فورمولا. طيب بتساوي ايه بقى اليونت كوست؟ اليونت كوست اللي هي في الخليه كام؟ بي 20. لو انا ضغطت هنا كده هياخد الايه الخليه، هيفهم ان انا قصدي الخليه ديت، او اكتب بي 20 او اضغط عليه وات ايفر كي من الكيبورد عادي الخانه دي اللي هي سي 20. تمام، لو عملت انتر يكتب لي الناتج بتاعها اللي هو 25 تايمز 100 يبقى 2500 او 2500. كويس، ممكن اكتب المعادله هنا تاني، ممكن اكتبها. طب بدل ما اكتبها انا ممكن انسخ، بدل ما اكتب كل خليه ممكن يكون عند الكاتيجوريز ديت او عند الايتيمز دي مثلا 100 ايتم 1000 ايتم، هكتب معادله معادله؟ لا، ممكن اجي كده المربع كده اظلله او انشطه واجي على الزاويه دي من تحت واسحب، يبقى كده عملت نسخ للايه للفورمولا بتاعتي او للمعادله كده حسبها على طول في عمليه واحده. طيب محتاج اعمل ايه تاني؟ محتاج انا احسب الانويال فوليوم، النسبة السنوية. الانويال فوليوم انا هنا في الايتم ايه بستخدم كام واحدة؟ 25. 25 اوت اوف كام؟ اشوف مجموع دول. طب انا محتاج احسب مجموع دول. طب هاجي اظلل على دول كده او نشطهم كلهم اهوت، واجي هنا على الصم دي علامة الصم، لو ضغطت عليها حسب لي المجموع اوتوماتيك 280. كويس، طيب محتاج احسب ايه برضو؟ الانويال كوست، محتاج احسب الصم بتاعها، المجموع بتاعها. لو نشطتهم كده وضغطت على الثمب هيكتب لي المجموع بتاعهم على طول 12170. طيب هنا البيرسنت احسب، بتساوي البيرسنت بتساوي ايه؟ بتساوي ال 25 او الخليه دي اللي هي ايه؟ سي 20 اللي هي 25 سي 20 اهو، لو ضغطت عليها هتنشط على الايه؟ الرقم ده اللي هو المجموع اللي هو الخليه سي 26. طيب حته هنا مهمه لازم تخلي بالك منها، ال سي 20 هو بياخد الايه الخليه عشان بس النسخ، يعني دي مش هيبقى فيها مشكله، بس عشان انسخ انا كله هحسب 25 على 280، هنا 30 على 280، 60 على 280، 10 على 280. اذا ال 280 ديت ايه؟ ثابته، الارقام دي بتتغير، انا هتبقى دي سي 20 دي سي 21 دي سي 22 دي سي 23، ولكن كله بيتقسم على سي 26. في الحاله دي الرقم ده ثابت، لازم اخليه ايه؟ سوليد او مطلق، او احط عليه علامه الدولار. فهضغط بس 4 هلاقي هنا عمل لي ايه؟ علامه الدولار سي، علامه الدولار 26، عشان اقول ان ده ابسوليت فاليو او قيمه مطلقه، او كل القيم هتتقسم عليه، او انا ممكن اكتبها بايديا خالص، ممكن هنا على الكيبورد اكتب علامه الدولار سي علامه الدولار 10 26، هي هي، او اضغط على الخانه نشط اهي، اضغط على اف 4 فيعمل لي علامه الدولار اوتوماتيك، يساوي انتر، طلعت النسبه كام؟ 9%. طيب هي كده لان انا ضاغط هنا قبل كده على علامه الايه؟ البرسنت. كويس؟ طيب اعملها برسنتج. لو ما طلعتش عندي بالظبط، انت لو ضغطت على طول تطلع بالشكل ده كده، فلو ضغطت على علامه البرسنت دي كده هتحول لنسبه ايه؟ مئويه، عشان الناس اللي مش يعني الاكسل بتاعها مش مظبوط على اكس على بيرسنت على طول. طيب هكتب المعادله تاني، مش شرط، ممكن اجي هنا في الزاويه دي واسحب لتحت كده فانسخ الايه؟ الفورمولا، فيطلع النسب الايه؟ المئويه للانويال فوليوم. الانويال كوست نفس الفكره، الانويال كوست هتساوي ايه؟ هتساوي ادي الكوست 2500 200 2500 ديفايد باي 12170، يبقى الخانه دي اللي هي دي 20
divided by أو مقسوم على الكينري دي 26. نفس الكلام هقوله اللي هو إيه؟ إن البص ده متغير، المقام ثابت. طب عشان أقول المقام ثابت بقول إن القيمة دي إيه؟ absolute value أو قيمة مطلقة. فلو ضغطت على F4 هيحط لي علامة الدولار أوتوماتيك، إنتر، يديني الإيه؟ النسبة المئوية. أسحب كده يديني القيم ده. كده بمنتهى السهولة أطبق القاعدة بتاعتي. القاعدة بتاعتي بتقول إيه؟ بتقول والله أهو، خليني آخد طبقا للأنوال يوزج، بتقول لك إيه؟ أنت عندك سي، خلينا ناخد السي الأول اللي هي حوالي 5% كاتيجوري سي، حوالي about 5%. يبقى أنا هاجي هنا على كل اللي قريب من 5%، يعني دي سي صح؟ ودي سي ودي سي. تقول يا دكتور أنت بتقول 5% دول 6 و7، أقول لك about about، كويس؟ لأن اللي بعد كده كام؟ ها 15 و80%، 80% كده هتلاقي إيه؟ على طول دي كده، دي بقت إيه؟ أوتوماتيك. طيب ودول؟ يبقى دول يمشوا بي، لأن دول أقرب لإيه؟ أقرب لبي ولا أقرب لإيه؟ إحنا قلنا الإيه؟ 80%، البي 15%، يبقى ال 20 قريبة لل 80% ولا 15%؟ لا طبعًا قريبة لل 15%، الفرق بينه وبين ال 15 5%، يبقى تتصنف مع بي ولا تتصنف مع إيه؟ تتصنف مع إيه؟ طب ليه ما خدتهاش إيه؟ أقول لك لأن إيه 80%؟ أنت عارف لو 70%، لو 60% كنت خدتها مع إيه؟ أو آخد بالنسبة التانية، النويل فوليوم لو بصيت كده هتلاقي دول أهو 50% من الأيتيمز سي، لو جمعت دول كده هتلاقيهم تقريبًا 50%، شوف 21 و4 25 25 تقريبًا 50% بالظبط سي، إي 30% إي، و19 و11 حوالي كام؟ 20% بي. 20% حوالي 20% بقى 20% ايه؟ هم المفروض 30، فعشان اقرب لايه؟ لل 30 برضه، يبقى يمشي. غالبا احنا بنصنف ايه؟ بنوزع الاي الاول والسي الاول، واللي في المنتصف بنلاقيه ايه؟ نحط على طول اوتوماتيك دي. خلاص؟ اتمنى انكم تكونوا وصلتكم الفكره، والموضوع سهل بس المهم انك تركز في كتابه المعادلات، وده موضع السؤال بالنسبه لك، المعادله بتقول ايه؟ ها؟ ازاي احسب دي؟ ديت بي 20 تايمز سي 20، يعني ايه؟ دي حسبتها ازاي؟ ها؟ سي 22، سي 22 اللي هي الخانه دي، على المجموع بتاعهم اللي هو سي 26. خلاص؟ ان شاء الله ابعت لكم الاكسل كمان، الاكسل شيت ده على الايميل، وتحاولوا تراجعوه، ولو ضغطت على اي رقم من دول هيظهر لك فوق هنا المعادله اللي اتحسب بيها. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.